بكم أهلا وسهلا بكم. شلون ممكن تستخدمون الفوسفور لتسميد الخيار والحصول على محصول غني ومحصول مكثف إن شاء الله؟ طبعا أهمية تسميد الخيار بالفوسفور، هناك ثلاث فوائد لتسميد الخيار بالفوسفور. أولا يعزز نمو الجذور ويطور النباتات، لأنه الفوسفور يلعب دور حاسم بتطوير الجذور الخيار وتنميتها بشكل صحي، وهذا العنصر راح يساعد على تعزيز امتصاص عناصر المغذية والمياه من التربة. الثانية لاستخدام الفوسفور للخيار هي يزيد إنتاجية الثمار وجودتها، لأنه تسميد الخيار بالفوسفور راح يساعد ويعزز من تطور وتكوين الثمار بشكل أفضل، راح يساهم أيضا في زيادة حجم وزن الثمار وتحسين نكهتها. وثالث فائدة هي تعزيز مقاومة النبات للأمراض، لأن الفوسفور يعمل على تعزيز مناعة النبات ومقاومته للأمراض والآفات والحشرات، ويساعد على تحقيق نباتات أكثر صحة وقوة إن شاء الله. شلون ممكن تستخدمون الفوسفور لتسميد الخيار؟ أول خطوة هي اختبار التربة. يفضل أنه تبدؤون بإجراء اختبار للتربة، هذا الشيء راح يساعدكم حتى تحددون مستويات الفوسفور المتاحة. هذا الشيء أيضا راح يساعد في تحديد احتياجات وجرعات المناسبة للفوسفور، وبنفس الوقت أيضا راح يعرفكم على المعادن المفقودة من التربة والأمور اللي لازم تسووها والجرعات اللي لازم تأخذوها. فإذا قدرتوا، هذا الشيء مو كلش إجباري أو ضروري، لكن راح يسهل لكم هواي أشياء. إذا قدرتوا تجيبون جهاز صغير راح يكون أيضا استثمار صغير لمزرعتكم أو حديقتكم، وراح يفيدكم أيضا بالمستقبل تقدرون تختبرون بالتربة. الخطوة الثانية هي تستخدمون أسمدة الفوسفاتية. طبعا توفر أسمدة خاصة بالفوسفور مثل الفوسفات الثلاثي أو الفوسفات الثنائي، ممكن أنه تطبقوها بواسطة الرش السطحي أو تخلطوها مع التربة. والخطوة الثالثة هي توزيع الفوسفور حول الجذور. يجب عليكم توجيه الفوسفور بعناية حول منطقة الجذور حتى تضمنون امتصاص النباتات لهذا العنصر المهم المميز الممتاز. لكن هناك نصيحتين تحذيرا بخصوص استخدام الفوسفور. أول شيء، حرصوا على تطبيق التسميد بالفوسفور وفقا للجدول الزمني المناسب لمراحل نمو الخيار، شرحتها في فيديو آخر وما حاب أطول عليكم هذا الفيديو، راح يكون الفيديو دي أفضل برنامج تسميد الخيار بصندوق الوصف أسفل الشاشة، ممكن أنه تتابعوه. ثاني شغلة، توجهوا نحو استخدام الأسمدة العضوية الغنية بالفوسفور حتى يحسن من بنية التربة ويزيد استفادة النبات منها. وصلنا لنهاية الفيديو، أشكركم على المتابعة، وإذا عجبكم محتوى القناة اشتركوا وفعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.